شنو كيعني لك النجاح؟ النجاح واش هو عباره على واحد الرقم في البنك اكاونت ديالك، اولا شي حاجه اللي فريمون كبر، ولا شي حاجه اللي عميق على هذا الشيء؟ ولكن واش عرفتي بالضبط شنو هو التعريف ديال النجاح، اولا شنو هي الحقيقه ديال النجاح لكل واحد فينا؟ سو توداي غادي نشوفوا بالضبط شنو هي الحقيقه ديال النجاح، وكيفاش كيتبدل من واحد لواحد، وكيفاش كيتبدل مع الوقت. بالنسبه لي انا شخصيا، فالنجاح هو انني نكون سعيد. النجاح هو انني نكون فرحان بداك الشيء تندير، معناتها انني نكون سعيد ومرتاح، يكونوا عائلتي الناس العزاز عليا كلهم مرتاحين، هذا هو النجاح بالنسبه لي. كما قلت لكم النجاح كيتبدل من واحد لواحد، نقدر مثلا نجي نسول واحد برا ولا واحد منكم نتوما غادي يقول لي بان النجاح بالنسبه ليه هو انه يكون عنده دار وطوموبيل، واحد اخر غادي نسوله يقول لي انا بغيت صحتي صافي، هذا هو النجاح بالنسبه لي. علاش قلت لكم بحال هذا الشيء؟ هذا حيت كل واحد والسيتياسيون ديالو، كل واحد وشنو ناقصه، كل واحد شنو باغي بالضبط هو. نقدر نسول واحد اخر مثلا شنو هو النجاح بالنسبه لك، واحد مثلا في عمره ما بين 16 عام 17 عام 16 عام غادي يقول لي النجاح بالنسبه لي هو اني شد الباك. هذا هو النجاح بالنسبه لي. علاش قلت لكم كل واحد من هادو؟ حيت كل واحد في سيتياسيون مختلف، حيت كل واحد في سيتياسيون ديالو، وكل واحد كيفاش كتبان له. وهنا عاوتاني نقدر نقول لكم بانه النجاح كيتبدل من عمر لعمر، كيتبدل من عمر لعمر. مثلا نقدر نقول لك انه الا جينا وسولنا واحد في عمره 5 سنين غادي يقول لك بان النجاح ديالو هو انه ينجح في ذاك المستوى اللي فيه هو ديك الساعه. واحد مثلا في عمره 10 سنين هو يقول لك مثلا انا بغيت نشري موتور مثلا، ذاك هو النجاح بالنسبه لي، شريت هذيك صافي غنكون مرتاح كل شيء. واحد اخر مثلا في عمر 15 عام 17 عام غير يفكر في انه مثلا بغى يخوي البلاد، هذاك هو النجاح ديالو. واحد اخر مثلا في عمره 20 عام او 30 عام يجي سولتي غادي يقول لك انه بغى يدار اوتوموبيل، هذاك هو النجاح ديالو. وهادشي كيختلف على حسب المعتقدات والافكار ديال كل واحد فينا. مثلا على حسب الافكار اللي عندك انت دابا، داك الشيء هو علاش كيتبنى التعريف ديال النجاح بالنسبه لك انت. النجاح كيتنوع، يقدر يكون سعاده، اهداف، امباكت على ناس اخرين، تعاون ناس اخرين، يقدر يكون بحال هادشي كامل. يقدر ما يكونش متعلق اصلا بالماديه، يقدر انه يكون هي انك تكون فقط سعيد، هي انك فقط تكون مرتاح، يقدر ما تكون عندك حتى شي حاجه ويتسحب لك بلي راك وصلتي لذاك النجاح. سو هنايا كما قلت لكم النجاح كيختلف من واحد لواحد. حاجه اخرى قلت لكم بان النجاح كيتبدل مع الوقت. سو علاش؟ حيت نقدر نقول لك مثلا انا من النهار الاول ولا في هذا العمر اللي فيه دابا حط واحد الجول من هنا لقدام. داك الجول اللي حط من هنا لقدام قدر في نجي 30 عام يتبدل. يتبدل. علاش؟ حيتاش نقدر نكون عرفت ناس جداد، نقدر نكون عرفت افكار جديده، عرفت بزاف ديال الحوايج جداد، ولا عرفت ناس خايبين ولا شي حاجه بحال هكا، غيتبدل التعريف ديال النجاح بالنسبه لي. نقدر يكون النجاح بالنسبه لي هو انني شي حاجه اللي فريمون بسيطه اللي تقدر تبان لك انت شي حاجه اللي والو. وحاجه اخرى فالنجاح فاش كتوصل ليه كاع بداك التعريف اللي عندك انت، كتولي كتبان لك حاجه اخرى، كيبان لك نجاح جديد، كيبان لك هدف جديد. ونقدر نعطيكم مثال بواحد الشخصيات اللي فريمون مشهور، ستيف جوبز. ستيف جوبز كان جري عليه من الشركه ديالو اللي هي اب، جري عليه في السيتياسيون هادي ديالو، خلاته انه يكتشف حوايج اخرين، خلاته انه يكتشف مشاريع جداد، وخلاته انه يطور من الشركه ديالو اب اللي ولات رائده عالميا واللي كلشي كيعرف. كيف ما قال ستيف جوبز انه هادي احسن حاجه وقعت ليه في حياته، حيتاش مثلا يكون ما وقعش ليه داك المشكل او لما تجراش عليه فما كانش يقدر يوصل لهادشي اللي فيه هو دابا، وهكذا يقدر النجاح يتبدل. ايلون ماسك، ايلون ماسك نقدر نقول لك بانه الشركه ديالو تسلا سبيس اكس كانوا على محك انهم يوقع عليهم افلاس، ولكن ايلون ماسك رجعهم وبنى نجاح جديد. سو النجاح كيبقى شي حاجه اللي شخصيه، شي حاجه اللي شخصيه وشي حاجه اللي يونيك، كتبدل من واحد لواحد. وانتوما شنو كيعني لكم النجاح؟